type of the cell. Type of the cell. According to organization of the nucleus and other structures, we distinguished prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic cells have single circular DNA, which is not separated from the cytoplasm by membrane. They do not have any membrane organelles. Cytoskeleton, small ribosome are present in its cytoplasm. They have a cell wall on the surface. شو المعنى هذا الكلام؟ عموما احنا نقدر بصورة عامة نقسم انواع الخلايا الموجودة مملكة الحيوان او مملكة الممالك الموجودة ان شاء الله الى نوعين، اللي هي بروكاريوتيك مرة عليكم اللي هي بدائية النواة، والإيوكاريوتيك اللي هي حقيقية النواة. مجرد قلت لكم اختلاف لغة، وإلا المعلومات كلها أنتوا تعرفونها ومتطرقين لها. البروكاريوتيك سيل شنو هاي؟ أهم ميزة بيها أنه شنو؟ ما تحوي جينيتيك سيستم، يعني ما عندها نظام وراثي متخصص كومبلكس معقد مثل ما موجود بالكائنات الراقية، وإنما يكون برايمتيف بدائي بسيط. فلذلك هنا أول صفة أنه تحوي على سيركيولار دي ان اي، سنجل سيركيولار يعني مجرد شريط دي ان اي بسيط يحوي على عدد محدد من الجينات، مو مثل ما هو موجود بالكائنات الراقية من تعقيد من تركيب إلى آخره. إذن هاي أهم ميزة بالبروكاريوتيك، إنها تحوي سنجل سيركيولار دي ان اي، اللي هو شنو أهم شيء بيه؟ إنه ما يكون موجود ضمن عضية خاصة مثل النواة اللي موجودة بالإيوكاريوتيك، وإنما هما مجرد إنه سبريد إن ذا سيتوبلازم، منتشر في السيتوبلازم زين بدون ما يفصل غشاء عن بقية العضيات. Not separated from the cytoplasm by membrane. ماكو غشاء يحيطه، مجرد دي ان اي موجود في السيتوبلازم. زين بعد ما بيها البروكاريوتيك membrane organelles، ما بيها عضيات اللي البارحة طرقنا لها بشكل مبسط اللي هي ميتوكوندريا، كولجي أبارتاس، اندوبلازم ريتيكيولام إلى آخره. هاي العضيات اللي تعرفوها ما موجود هذا الشيء بالبروكاريوتيك. بعد تحوي على رايبوسومات، بس هاي الرايبوسومات بيها ميزة خاصة إنها تكون سمول صغيرة، بعد من نوع 80S أو 70S على عكس ما موجود بالإيوكاريوتيك سيل. زين مع شنو بيها؟ إنه بعض أنواع البروكاريوتيك تحوي على وول، يعني الخلية السيل تكون surrounded by wall، محاطة بوول جدار. هذا الشيء ما راح نشوفه بالإيوكاريوتيك فيما عدا البلانت سم فنجي، فيما عدا بعض البلانت النباتات and فنجي. وإلا عموماً البكتيريا تكون حاوية على wall on the surface. نجي على الإيوكاريوتيك سيل. Have a nucleus which is separated from cytoplasm by the nuclear envelope. إذن هنا النيوكليوس شبيها separated from the cytoplasm، مفصولة أو معزولة عن السيتوبلازم بواسطة شنو؟ النيوكليار envelope. Cytoplasm contains various membrane organelles، تحوي على شنو؟ العضيات المختلفة اللي ذكرناها. تحوي بعد على شنو؟ السيتوسكيلتون اللي هو الهيكل السيتوبلازمي اللي راح تتطرقوا له بشكل محاضرة مستقلة لاحقا إن شاء الله. And ribosomes، الريبوسومات هنا أيضا قلنا تختلف بيها فد ميزات معينة. اللي يحب يطلع بصورة أفضل أو أوسع يقدر يدخل على الإنترنت ويشوف شنو المقارنة ما بين الريبوسومات البروكاريوتيك and إيوكاريوتيك. تعتبرون هذا كنشاط لكم أو كواجب عليكم، أنه اللي يقدر يجيب لي الإجابة هي كمعلومات لكم أولاً، وثانياً كنشاط للي يجيبه. شنو الفرق؟ What is different between ribosomes in prokaryotic and eukaryotic cells؟ واحدة من عندنا ذكرتها هسانة، بس اللي متبقيات عليكم. The cell of plant and fungi have cell wall on the surface. أوكي؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل قلنا إحنا البرو تكون محاطة بالوول، الإيو فقط البلانت and fungi النباتات والفطريات تمتلك مثل هذا الجدار، مو تركيباً وإنما هيكلاً
يعني التركيب الكيميائي structure of the wall in the brow يختلف differ from the structure of wall in the plant and fungi تختلف تركيبا وإنما كهيئة لا موجود هذا المقصود زين هذا شكل مبسط لخلية البروكاريوتيك سيل هاي هي بكتيريا الإيكولاي إن شاء الله مرحلة ثالثة إذا وصلتوا بسلامة راح تتعرفون عليها بشكل أوسع وتفاصيل أدق فشوفوا هنا النيوكلويد أو الDNA strain شريط الDNA شوفوا separated in the cytoplasm منتشر في السيتوبلازم ماكو فت أورجانلز يحوي ماكو فت عضي يعني يجمع محتوياته وإنما مجرد strain أو شريط DNA liner on the cytoplasm موجود بالسيتوبلازم إذن شوفوا هذا شريط الDNA اللي هو يكون folded مطوي يسمونه بالبروكاريوتيك أو بالبكتيريا يسمونه نيوكلويد النيوكلويد زين هذا النيوكلويد يحوي على شنو الجينات الضرورية لمن الفوتو أو الصفات المظهرية للبكتيريا عندنا تركيبة أو جينيتك ماتيريال الثانية ما موضحة بشكل طلاب بس هي عادة تحوي بعض أنواع البكتيريا على شنو تركيبة وراثية ثانية اللي هو البلازمد البلازمد هو أيضا جينيتك ماتيريالز عادة يكون attached to the cytoplasm membrane يتصل بالغشاء البلازمي من الداخل شنو فائدة هذا البلازمد يعطي resist of the bacteria يعني يمنح البكتيريا صفة المقاومة للأنتيبايتك ليش احنا نقول هذا الأنتيبايتك اللي ناخذه ما جاي يشتغل على هاي البكتيريا ما جاي يأثر ليش إذا واحد سألك ليش تقول له لأن هاي البكتيريا بيها بلازمد هذا بلازمد يحوي على resist genes يمنحها صفة الريزيست المقاومة فلذلك هذا الأنتيبايتك ما يشتغل عليها لأن هي بدورية بشكل دوري هي تغير من صفاتها الوراثية بحيث ما تتأثر بهذا الأنتيبايتك اللي يستخدمه بعد شنو عندي عندي البلاي أو البلاس مفردها هاي البلاي اللي هي تراكيب شعرية تظهر من سطح الغشائي للبكتيريا عندنا الكبسول شوفوها اللون الأصفر هذا الكبسول هذا ايضا يعتبر بايلورنس فاكتور عامل ضراوه للبكتيريا بعض انواع البكتيريا تحوي على فلاجيلوم بالمناسبه شباب او طلاب هاي البلاي او الفلاجيلوم مو اثنينات الموجودات بالبكتيريا وانما هذا شكل نموذجي يعني يقول لك يا اما تحوي على بلص اهلاب او ما اعرف شنو بالعربي بلص اهلاب ام الصوت يعني اما هذا يا اما ماكو بكتيريا تحوي الاثنين التركيبين احدهما اوكي بس هذا قلت لك هذا شكل نموذجي يعني يوضح لنا البكتيريا بعد شنو عندنا رايبوسومات منتشره والسيل وول مثل ما ذكرنا اذا شوفوا هسه لما اجي اشوف التركيب الخارجي تخيلوا التركيب الخارجي للبكتيريا عباره عن ثلاث طبقات البلازما ممبرين ثم السيل وول ومن ثم الكبسول الكبسول ايضا مو شرط كل انواع البكتيريا بعض some of the bacteria حاوي على الكبسول some of the bacteria حاوي على الفلاجيلوم some of the bacteria حاوي على البلاس اوكي هذا شنو يوضح لنا التراكيب العامه للبروكاريوتيك اللي هي البكتيريا زين هنا Nucleus of a prokaryotic cell assigned as a nucleoid مثل ما ذكرنا قبل قليل nucleoid is formed by single circular DNA which is connected with the internal part of cytoplasm membrane متصل بمن بالجزء الداخلي للcytoplasm membrane ما يحوي على organelles يحوي وإنما هو متصل فقط بالغشاء البلازم cytoplasm contains prokaryotic ribosome which are smaller when compared to ribosome in eukaryotic cell. They are frequently reproduced by asexual reproduction, by a mitosis, binary vision, which occur immediately after DNA replication. Some bacteria should be reproduced by conjugation. احنا هسه جاي نذكر صفات البروكاريوتك اول صفة عرفناها انه شنو هو النيوكلياس تحوي على نيوكلويد
اللي هو single cellular DNA، هاي أول صفة. الصفة الثانية اللي هي يقول لك reproduce، يعني طريقة التكاثر بها، عادة يكون asexual لا جنسي، يعني asexual reproduction. يعني مثلا خلية وحدة، خلية بكتيرية وحدة سواء كانت ميل في ميل، هي بحتة تتكاثر، هي عندها القدرة على أن تتكاثر بحتة بطريقة الباينر فيجن، الانشطار الثنائي أو الأميتوسيس اللي أنتم عندكم ماخذين الاختزالي والاختزالي أميتوسيس والميتوسيس اللي هو الاعتيادي بما معناه عندكم بالماخذين السادس مرحلة أساسة. فعموما أنه الميتوسيس المقصود به يعني تكاثر لا جنسي asexual reproduction اللي هو هنا أحد أنواع الباينري فيجن الانشطار الثاني، يعني هي البكتيريا تتخصر ومن ثم تنشطر إلى جزئين وهكذا وهكذا إلى أن تتكون ملايين الخلايا. زين، بعض أنواع البكتيريا لا تتكاثر جنسيا عن طريق الكونجكيشن الاقتران. زين، يعني هذا البراغراف، هذا المقطع أو هذا الجزء من المحاضرة يبين لك أنه البكتيريا تتكاثر أما asexual reproduction بواسطة الباينري فيجن أو sexual reproduction بواسطة الكونجكيشن. واضح طلاب؟ زين، عندنا البكتيريا display a wide diversity of shape. كلش انتبهوا لي، كلش انتبهوا على هاي الشغلة هنا، هاي يعني شغلة يعني ضروري تفهمها، ضروري تفهمها لأن أنت راح تتطرق لها بشكل مفصل وكلش يعني بمرحلة ثالثة، بس على الأقل عندك فكرة من تروح لمرحلة ثالثة اللي هي shape of the bacteria، أشكال البكتيريا، يا أما تكون هاي مصطلحات جديدة عليكم كوكاي أو تكون باسيلاي أو other shape أو أشكال أخرى. شنو يعني كوكاي؟ يعني البكتيريا تشوفها على شكل كرية، كوكاي، هاي مصطلحات لاتينية كوكاي. زين، أو شوفها على شكل باسيلاي عصوية مثل العصا وكأنما عصا under the electron microscope، انتبه under the electron microscope أو حتى light microscope أيضا يوضح لك shape of the cell بس مو بالشكل اللي يبينه الإلكترون ميكروسكوب. زين، هاي بالنسبة إلى شيب كوكاي باسيلاي. بالنسبة للسايز الحجم from 3 بالعشرة إلى 2 ميكروميتر، أقطارها أو أبعادها 3 بالعشرة إلى 2 ميكروميتر. Most bacteria species are either spherical مثل ما ذكرنا، يعني شكلها كروي، spherical كوكاي يعني المعنى الآخر للكوكاي هو السفريكال، which can be arranged in chain. هاي الكوكاي، هاي الكوكاي يأما تكون سنجل، شباب إذا عندكم أوراق ورقة وقلم سجلوا الملاحظات تفيدكم عند قراءة المحاضرة. يعني أنا عندي بكتيريا كوكاي، هاي الكوكاي اللي هي الكرية يأما تكون سنجل يعني بحدها أو تكون على شكل دايبلو، يعني اثنين كريات دايبلو يطلقون عليها مصطلح الدايبلو كوكاي، أو تكون على شكل تشين سلسلة. في حالة كانت على شكل تشين سلسلة فهي يطلق عليها ستربتوكوكاي، أو تكون على شكل كلستر عناقيد يعني مثل الستافيلوكوكاي. أوكي شباب، البكتيريا اللي هي سفريكال يا أما تكون سنجل يا أما تكون دايبلو يا أما تكون شير اللي يطلقون عليها ستربتوكوكاي المصطلح الأصح، أو تكون كليستر عناقيد اللي هي ستافيلوكوكاي. أوكي، هذا بالنسبة للكوكاي. أما other shape اللي هي رود أو باسيلاي اللي شكل العصا واللي قلنا عليه، هذه شنو؟ they vary in length and thickness، تختلف بطولها وسماكتها thickness. some may have bizarre shapes، بعض الأنواع البكتيريا تمتلك bizarre shape يعني شكل غريب، مثل أما تكون spiral حلزونية مثل تريبونيما
أو تكون حاوية على special locomotive organelles تحوي على عضيات حركية معينة اللي ذكرناها بالشكل قبل قليل، أما باللاي أما باس العفو أما باللاس مفرد أو تكون flagellum. هي هاي المقصود باللوكوموتيف organelles، عضيات الحركة العفو الموجودة بالبكتيريا، أما تكون حاوية على باللاي أهداب أو أهلاب أو تكون حاوية على flagellum اللي ساعدها بعملية الحركة موتور، اللي لذلك يسمونها locomotive organelles. عندنا هذا الشكل يوضح هذا الكلام اللي قلناه. زين، عندنا مثلا أول وحدة على جهة اليسار من جهة الأعلى راح أبلش الستافيلوكوكس أوريوس. هذا اسم، شوف هاي الأسماء اللي جوا الصور هي عبارة عن أسماء بكتيرية. الاسم العلمي للبكتيريا إن شاء الله من أشوفكم عملي راح أشرح لكم بشكل يعني أوفر، لأن يحتاج إلى صبورة وقلم وشرح يعني. فعلى العموم بشكل مبسط أنه هاي الأسماء هي عبارة عن أسماء علمية للبكتيريا. الاسم العلمي دائما يكون من جزئين، اسم جنس واسم نوع. حتى الإنسان، حتى أي كائن، أي كائن بالوجود إلى اسم علمي وضعه ليناوس هذا النظام، متكون من جزئين، اسم جنس واسم نوع، وعادة يكتب بصورة مائلة أو يوضع تحته خط. فموضوعنا هنا عندنا البكتيريا الستاف أوريوس، هاي على شكل شنو؟ على شكل كليستر عناقيد، أو قلنا تكون على شكل تشين مثل ستربتوكوكس بايوجينس، شوفوها على شكل تشين سلسلة، أو تكون على شكل دايبلو مثل ما قلت لكم، يعني اثنين كوكاي سوت لنا ثنائي دايبلو مثل ستربتوكوكس نيمونيا، وانها تكون محاطة بمن؟ بالكبسول. أو النوع الثاني اللي هي رود شيب اللي هو الباسيلاي، مثل عندنا الإيكولاي السالمونيلا، هذول يعني من عائلة الإنتيروبكتريسي، هذه شنو تكون؟ باسيلاي عصوية، أو باسيلا سيريوس اللي تكون على شكل تشينز، أو أشكال أخرى قلنا مثلا عندنا تكون على شكل سبايرال مثل فيبريو كوليرا، قد تكون على شكل مضرب كرة التنس مثل كلوستريديم تيتاني إلى آخره الطلاب، أو مثلا تكون سبايرال مثل تريبونيما. فهذا الشكل يوضح الأنواع البكتيرية بشكل عام. زين، نجي على التركيب الدقيق للبكتيريا. بكتيريا cell wall is composed of peptidoglycan اللي هو مورين، which allows only minimal staining identification. شوفوا طلاب، احنا اول ما نبلش ندرس كائن نبلش من الخارج الى الداخل. فاحنا اول تركيب هو شنو؟ cell wall. هذا cell wall مثل ما قبل شويه قلت لكم، صح هو موجود مشابه الى مظهريا بالبلانت اند فانجاي، بس هو كيميائيا مختلف، بدليل انه هنا يقول لي السيل وول مال البكتيريا كومبوست او بيبتايدوكلايكان. بيبتايدوكلايكان هذا التركيب فقط موجود بالبكتيريا. من اجي على البلانت القاه عباره عن سيلولوز، من اجي على الفانجاي القاه عباره عن كلايكان. اذا هنا عندنا اختلاف تركيبي كيميائي، هنا بالبكتيريا متكون من بيبتايدوكلايكان. هذا تعرفونه بشكل أفضل، قلت لكم مرحلة ثالثة من تأخذون مادة البكتيريولوجي. زين، هذا البيبتايدوكلايكان على أساسه أقدر أشخص البكتيريا. شلون؟ يعني أنا أخذت البكتيريا، يعني أخذت عزلة من المريض من البيشنت، أريد أعرف شنو المسبب. أنا مش مدريني هذا المريض شنو بي، لازم أخذ من عنده عزلة، أخذ من عنده مسحة، افحصها اشخصها على مود احدد شنو هي البكتيريا، شنو هاي البكتيريا اللي اقدر انا اشخص لها انتي بايوتيك ملائم حتى يشتغل عليها. زين، شلون انا اعرفها؟ لازم ابدي خطوه خطوه. فاول خطوه انه اخذ عينه، اخذ سامبل من البيشن، بعدين هاي العينه اسوي لها كلتشر. شنو كلتشر؟ يعني ازرعها. يعني ليش ازرعها؟ هسه يجي واحد طالب يقول لي ليش ازرعها؟ انا اقول لك يعني هسه انت البكتيريا من تسوي لك انفكشن، من تسوي اصابه بجسمك، هي اكيد تهيئت لها ظروف ملائمه، انفايرومنت يعني بيئه جسمك ملائمه على مود هي تنمو بيه. فلازم انا من اجي اخذها من جسمك، هو
لازم أهيئ لها في الظروف مناسبة إلها على مود تعيش. إذا أخذها وأعفنها تموت، لازم أكلتشرها مثل ما يقولون cultivation، أسوي لها كلتشر، أسوي لها زرع، وبعدين من تطلع لي بعد overnight، بعد أكثر من حسب نوع البكتيريا عموما، أسوي لها overnight in the incubator بالحاضنة. هاي الأجهزة إن شاء الله تتعرفون عليها بالمختبر العملي، تعرفون شنو هذا كلامي، هو مسبق الأوانة، بس أنتم بعدين لازم صعدكم معرفة قبل لا تبلشون عمل. فإذا هاي العزلة أسوي لها كلتشر overnight incubator، راح تطلع لي بكتيريا. هاي البكتيريا هسه أقدر أدرسها، أقدر أشخصها identification. أول خطوة للتشخيص في عالم البكتيريا هو صبغة جرام. أكو صبغة اكتشفها عالم اسمه جرام، على أساسها قسموا البكتيريا إلى نوعين. بكتيريا تأخذ هاي الصبغة، هي صبغة يعني تركيبة صبغات متكونة من مجموعة من المواد. يعني أول مرة عندنا الكريستال بايولوجي، رجاء دون هاي المعلومات كونه من أربع أوكي. فهاي الجرامستين تكنيك إلها مكونات اللي هي ذكرت هذولي كريستال بايوليت، آيودين، إيثانول، سفرانين. فإجا هذا جرام قال البكتيريا اللي تاخذ الصبغه الاولى اللي هي الكريستال فايوليت، من اسمها كريستال فايوليت يعني صبغه الكريستال البنفسجيه، فايوليت يعني بنفسجي. فاذا اخذت اللون البربل اللون البنفسجي اذا هي اطلقوا عليها جرام بوزيتيف بكتيريا. واذا ما اخذت الصبغه الاساسيه الاولى، اخذت الصبغه الاخيره اللي هي السفرانين اللي هي لونها ريد احمر، اطلقوا عليها جرام نيجاتيف. البوزيتيف اخذت الصبغه الاساسيه، طلاب ويا انتبهوا، الجرام بوزيتيف اخذت الصبغه الاساسيه اللي هي الكريستال فايوليت. اذا ما اخذت الصبغه الاساسيه اخذت الكاونتر ستين الصبغه الثانويه، اطلقوا عليها جرام نيجاتيف بكتيريا اللي هي لونها عاده يظهر ريد. زين، هاي الايدنتيفيكيشن اوف ذا بكتيريا. زين، it is based on the type of soil أو يعني سعادة أنتم ترحون ترجمون. أكو طلاب كانوا يترجمون الكلتشر يقولون إحنا الكلتشر طلعناها معناها بالقاموس ثقافة. لا طلاب، هنا الكلتشر عندنا بعالم البكتيريا هي الوسط الزرعي، الوسط الزرعي اللي أستخدمه لزرع البكتيريا يسمونه كلتشر ميديا. زين، in which bacteria grow the appearance of the colony، برا ما تظهر عليه راح تكون على شكل كولوني، and it is effect on the environment، وبالتالي راح تأثر على البيئة، يا أما ضرر يا أما نافع إلى آخر. الكالتيفيشن also always performing test of bacteria sensitive to antibiotic. هذا معزة كلامي اللي أنه أنا ليش أزرع البكتيريا على مود أسوي لها فحص sensitive of antibiotic اللي هو فحص يحدد نوع الانتيبايتك اللي يشتغل على هالبكتيريا. هل هي ريزيست، هل هي سنسيتيف، يعني هل هذا الانتيبايتك يشتغل عليها او لا. اذا يشتغل اقول شنو سنسيتيف، هالبكتيريا حساسه لهذا الانتيبايتك. واذا ما يشتغل يعني ما له تاثير على هالبكتيريا اقول ريزيست، هالبكتيريا مقاومه لهذا الانتيبايتك، يا بتجنبه لا توصفه للمريض لان هو ما يشتغل. اوكي، هذا المقصود. بكتيريا كان بي ايروبيك ان ان ايروبيك، رجعنا صفات البكتيريا اللي هي البكتيريا اما تكون هوائيه او لا هوائيه، يعني مو مثلنا احنا نتنفس هذا الاكسجين الموجود بالجو، لا، البكتيريا اما تكون ايروبيك يعني تاخذ الاكسجين، او ان ايروبيك يعني لما اخليها بظروف لا هوائيه احطها بحاضنه لا هوائيه، ان ايروبيك جار راح تنمو عادي. فاكو بكتيريا ايروبيك، واكو بكتيريا ان ايروبيك، واكو فاكولتيتيف يعني اختيارية بإرادتها هي تختار الظروف اللاهوية، وأكو تكون أوبليجيت إجبارية يعني ما تهيئت لها ظروف مناسبة، لذلك هي لجأت للأوبليجيت أن إيروبيك. Some of them especially أن إيروبيك are capable of forming endospore. هاي الظروف اللاهوائية البكتيريا راح تلجأ لها تكوين تراكيب خاصة يسمونها الإندوسبور اللي هي
الان ايروبيك ستيج مرحله هوائيه تمر بها البكتيريا. الاندوسبور طلاب مو وسيله ريبرودكتيف، مو وسيله تكاثريه، وانما هي شنو وسيله حمايه. يعني من صارت الظروف غير ملائمه لنمو البكتيريا راح تلجا الى تكوين الاندوسبور اللي هو ان ايروبيك ستيج مرحله لا هوائيه. able to overcome adverse environment condition يعني قادره على مواجهه الظروف الغير ملائمه. By this way they facilitated their spreading. وبهاي الحالة أقدر تقدر البكتيريا إنه هي تنتشر. مثال على هاي البكتيريا القادرة على تكوين الإندوسبور هي الكلوستريديوم تيتاني، الكلوستريديوم بوتيوليني، اللي هي أهم أنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي food poisoning. أوكي. نجي هسه خلصنا من الايو من البروكاريوتيك، خلصنا صفاتها، شنو مكوناتها، شنو صفاتها الزرعيه، شلون اشخصها. هاي كل الكلام خاص بالبروكاريوتيك يصير مثال عليها البكتيريا. نجي نبلش هسه النوع الثاني اللي هو الايو بكتيريا ايوكاريوتيك سيل، الخلايا الحقيقية eukaryotic cell form unicellular and multicellular organism. يعني أما تكون unicellular أحادية أو تكون multicellular. مثل ما ذكرنا البارحة unicellular وهي eukaryotic مثال عليها شنو الليولينا باراميسوم، هاي وحيدة خلية بس هي شنو حقيقية، أو تكون multicellular مثل إنسان حيوان نبات إلى آخره. According to way of nutrition we distinguish autotroph، يعني اعتمادا على طريقه تغذيتها اقدر ايضا اصنفها يا اما اوتوتروف ذاتيه اللي هي بروتوفايتا نباتات، او تكون هيتيروتروف متغيره التغذيه مثل بروتوزوا اللي هي بدائيات. اعتقد البروتوزوا الايوكاريوتيك مالتي سيلولر اورجانيزم ار فانجاي بلانت اند انيمالز. الايوكاريوت متعدده مثل ايش عندنا الفانجاي الفطريات بلانت النباتات الانيمال الحيوانات، هذول كلهم ايوكاريوتيك سيل. Okay, they undergo process of differentiation and specialization. هي هذه تمر بعملية تمايز وتطور إلى آخر، يعني هاي التقنيات بحيث تكون complex. They are composed from tissue which are organized to organs and organ system. مثل ما ذكرنا البارحة عندنا خلية، هاي الخلية راح تنتظم على شكل tissue، التشيو ينتظم على شكل organ، الorgan على شكل system. إلى أن يتكون لي هذا complex organ، هذا الكائن المعقد التركيب. كل هذا يرجع لمن؟ للإيوكاريوتيك سيل. هذا المخطط أو هذا الجدول يوضح لي structure and ultra structure of prokaryotic and eukaryotic cell. يعني لما أريد أسوي فد مقارنة ما بين الإيوكاريوتيك والبروكاريوتيك، هذا أفضل جدول لقيته بصراحة، يشمل لنا جميع الصفات أو أغلبها، ما نقول جميع، أغلب الصفات الضرورية من ضمنها الواجب اللي ذكرته قبل شوية اللي قلت لكم على الريبوسومات. هنا أيضا تكون أكو مقارنة ما بين الاثنين. Eukaryotic cells are all cells which have a nucleus. هاي عرفناها. All animal, plant and fungi cells for example أيضا are eukaryotic. On the other hand, bacteria are prokaryotic. They have no divinative nucleus. إذن هي ما تحوي على نواة محددة. فهنا عندنا مقارنة ما بين الاثنين على شكل جدول. تقرونه هذا شباب، ضروري ومهم. وعندك جوة سويت لك فد رسمة مبسطة تبين لك الفرق ما بين الايوكاريوت والبروكاريوت عن طريق الرسم. زين؟ فهذا أيضا ضروري تشوفوه. زين، عندنا احنا العالم هذا مكون من كينغدوم، من ممالك كينغدوم اوف لايف، ممالك الحياه. شنو هي بيسكلي ذا كينغدوم اوف لايف؟ ذا فايف كينغدوم واز ديفايدد اون ذا بيسس اوف تو اسبيكت تو بوينت. ذا فيرست واز كينغدوم كلاسيفيكيشن سيستم، وايل ذا سكند واز ديفيجن كلاسيفيكيشن سيستم. يعني شي قل لي ممالك الموجودة بالوجود هي عبارة عن خمس ممالك سابقا، هذا التصنيف سابقا اللي هو على أساس نوعين من التصانيف، أما Kingdom Classification System أو Division أو Domain Classification System. لأن النظامين قسموا بها الكائنات إلى مجاميع. أول نظام اللي هو Kingdom Classification System،
Kingdom Classification System اللي صنفوا على أساس الكائنات إلى خمس ممالك: المونيرا، البروتيستا، والبلانتيا، الفنجاي، والأناماليا. نجي على المونيرا. Kingdom of Monera. شن هي المونيرا؟ The members of this kingdom are prokaryote. The kingdom Monera contains bacteria and cyanobacteria. The protista member of the kingdom protista are eukaryote. They consist of single cell or colony of cell. This kingdom include amoeba, paramecium, إلى آخره. Plantia member of the kingdom Plantia are eukaryotic, multicellular and photosynthetic. Plants have wall cells. They are usually non-motile. The fungi, members of the kingdom fungi are also eukaryotic and multicellular. They also have wall cells and are usually non-motile. Mode of nutrition distinguishes fungi from plant. طريقة تغذية الفنجاي هي السبب في عزلها من مملكة البلانتية. يعني شافوها أنه طريقة تغذيتها مختلفة. بالبداية كانوا يعتقدون أن هي بلانت، بعدين شافوا طريقة التغذية مالتها اللي هي سابروفايت، عزلوها بمملكة منفصلة. محللات، احنا دائما نشوف بالتربة اكو يعني هاي الفترات اللي هي الطبقة الخضراء اللي يتحلل المواد العضوية، وبالتالي راح تستفاد من عدها التربة ومن ثم النبات. Fungi deposit organic matter outside the body and absorb the broken product. تحلل هاي المواد العضوية الموجودة ومن ثم يمتصها الفنجاي، يمتصها امتصاص يعني broken product. المواد اللي يمتصها طريقة السابروفايت. Animalia member of the kingdom Animalia are eukaryotic and multicellular. They feed by ingesting other organisms. تلتهم كائنات أخرى طريقة تغذيتها، لذلك هي heterotroph or part of other organism. Their cells lack wall and they are usually motile. إذن هي ما بيها wall. ما شفنا حيوان بي wall. إنما هاي skin هاي ما تعتبر يعني epithelial cell. Epithelial tissue العفو epithelial tissue ما يعتبر wall، فهي تفتقر للwall وكذلك هي عادة motile. زين، هذا تقسيم الكائنات اعتمادا على التصنيف الأول اللي هي kingdom classification. بينما إذا ردت أصنفها على شكل domain أو division راح تكون أقل، اللي هي الأركيا والإيوبكتيريا والإيوكارا. الأركيا شنو؟ These are prokaryotic microbes. Then here prokaryotic, they live in extreme environments such as high temperature, rift valleys, on ocean floor. Then here كائنات بدائية، بس أهم ميزة بها أن تعيش في ظروف بيئية يعني حرجة، مثل عندنا حرارة عالية الموجودة في أرضيات المحيطات، high cell or acidic في بيئة حامضية عالية أو ملحية عالية، يعني ظروف خارجة عن الطبيعي وهي مع هذا تعيش بها. لذلك هي بدائية، أركيا يعني دلالة على القدم، قديمة أول ما بلشت الحياة. All members of the archaea inhabit anaerobic environment. These environments show the condition on the earth at the time of origin. هذه الظروف اللاهوائية تبين ظروف الكرة الأرضية في أول نشأة إلها. فلذلك هي ليش نقول عليها ancient قديمة؟ دلالة أنه هي أول ما نشأت الحياة على الكرة الأرضية، أول ما بلشت هي الأركيا. The archaea are the most primitive life form. Then هي primitive form. Ancient archaeans gave rise to other domain of organism. منها أقدر أكون مجموعتين ثانية، هاي ما طرقت لها باعتبار أنه هذا التعريف يكفي يدللك على الأركيا شن هي، بس هي عموما تقسم إلى نوعين: other domains of organism. الدومين الثاني اللي هو إيوبكتيريا. These include the true bacteria. البكتيريا المتواجدة حاليا هي true bacteria، بكتيريا حقيقية بمعنى الكلمة، مثل ما قلنا الصفات السابقة للبروكاريوتك تنطبق جميعها على البكتيريا. These are include prokaryotic microorganism. تشمل لنا البروكاريوتك الميكروorganism اللي ذكرنا صفاتها قبل شوية، كلها ترجع لمن؟ الإيوبكتيريا.
الدومين الأخير والثالث هو الإيوكارا. The إيوكارا include all eukaryotic organisms. The إيوكارا divergent more recently than the إيوبكتيريا from the archaea. هي أكثر تطوراً، أكثر حداثة منين من الإيوبكتيريا والأركيا اللي ذكرناها قبل قليل. لذلك thus the إيوكارا are more closely to archaea than the إيوبكتيريا. It includes the other four kingdoms. إذن لما أجي أربط ما بين التصنيفين ألقى الإيوكاريا تشمل لنا الأربع كينجدوم المتبقية من الإيوكاريا اللي هي شنية؟ البروتستة والفنجاي والبلانتية والأنمالية. يعني الإيوبكتيريا راح تشمل لنا المونيرة. هذا التصنيف صحيح حديث، يعني هو آخر شيء دومين على شكل الدومين. فالأركية باعتبارها هاي قديمة، هاي قسم مستقل بذاته. من أجي أربط ما بين التقسيم السابق اللي هو قسم لي الأورغانزم إلى ممالك، فالمملكة الأولى شباب، المملكة الأولى اللي هي المونيرة، المونيرة أو هاي المونيرة ترجع علما الإيو بكتيريا، بينما هذول الأربع المتبقين بروتستا بلانتيا فانجاي أنمالية علما ترجع للإيو كارا. أوكي إيو كارا، هذا هو تقسيم جديد، كانت يعني مو جديد وإنما قبل ما كانوا يدرسونه، بس حاليا ضرورة الطالب يعرفه. زين شباب، فاليوم محاضرتنا بشكل مختصر هي عن البروكاريوتيك والإيوكاريوتيك وأهم الصفات والاختلافات ما بين المجموعتين، تلقونها بالجدول اللي ذكرناه هنا بالإضافة إلى الرسم هذا التوضيحي. بعدين خذنا كينجدوم أوف ذا لايف، ممالك الحياة، وقسمناها إلى مجموعتين، يا أما على أساس الكينجدوم، وهي تشملنا فايف كينجدوم مونيرا بروتستا بلانتي فانجاي أنماليا، أو على شكل دومين أو ديفيجن، وهاي شملت لنا ثلاث مجاميع اللي هي الأركيا والإيوبكتيريا والإيوكارا. زين شباب، هاي كل محاضرتنا، وهذا هو الباوربوينت الخاص بمحاضرة اليوم والبارحة. يعني هي هاي كانت محاضرة وحدة، بس احنا شنو قسمناها الى قسمين، ليش؟ باعتبار قبل كنا ناخذ الطلاب ساعتين، حاليا الساعتين تفرقت على يومين بالاسبوع، فهي هاي المحاضرة الكاملة للانترودكشن اوف سيل بيولوجي، هاي كمقدمة للسيل بيولوجي. أي إشكال، أي استفسار، أي مشكلة، أي شيء ما فاهمينه، إحنا نلتقي بالعملي وبإمكانكم تسألوني. أوكي، هاي كل محاضرتنا لليوم، أرجو منكم تقروها تفهموها. والمحاضرة الجاية أيضا أنا راح أعطيكم إياها، راح تكون عن الميكروسكوب، عن المجهر وأنواعه وتركيبه إلى آخره، بس تكون شوية أقصر من هيك. هاي قلت لكم شاملة مع اليومين، موفقين وأرجو المتابعة معي. شكراً.